الجنية. الجنية الظهور الأول، القرن السادس الهجري. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلا وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فإثبات كونه سقطا يحتاج للكثير من المؤونة ولا يثبت، وأكتفي ببعض الإشارات. الجنية الظهور الأول، القرن السادس الهجري. أولا، مصاهرة تعجيزية. المصاهرة العمرية المباركة قد أثبتت العجز وسدت كل أبواب المكر والخداع، وكشفت ما عند المدلس والجهلة من شعوذة وخرافة. ثانيا، الظهور الأول. أول ظهور للجنية كان في كتاب الخرائج والجرائح على يد الراوندي المتوفي سنة 573 للهجرة. ثالثا، أوهام شاعر أو ساحر. لا إشكال في كونه شاعرا، فربما يكون اختلافه لخرافة الجنية راجعا لخيالات وأوهام شاعر، وإلا فمن السحر والشعوذة. قال محقق الكتاب: العالم الكبير الشاعر كان على جانب كبير من الأدب والشعر، وشعره جيد مستعذب الألفاظ راقي المعاني، عده العلامة الأميني في شعراء الغدير. رابعا، الخرائج غث وسمين، ضعيف وغير مسند. أليف أن يخلط الراوندي بين الغث والسمين وما هب ودب، ويأتي بروايات ضعيفة وبلا سند، فهذا شأنه وله غرضه، لكن اعتبار ذلك من المهارة والبراعة والإشراق والتألق، فهو من السخف والاستخفاف والتجهيل. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. باء، تحدث الأبطحي الأصفهاني عن أهم آثار الراوندي فقال: إن مهارته وبراعته تظهران في أحسن الوجوه إشراقا وأكثرها تألقا. فقد مهر في علم الحديث وصنف فيه الكتب الكثيرة، ومن أشهر هذه الكتب وأكبرها كتاب الخرائج والجرائح، وهو يعد من أعظم كتب المعجزات ترتيبا وتنقيحا وتوثيقا وإحكاما وإحاطة وشمولا. جيم، حينما يتصرف أو يتلاعب بالنصوص والأسانيد فيغير في صياغة الروايات ويقطع المتون ويحذف ما يشاء ويبتر الأسانيد ويعدمها، فأقل ما يقال عنه أنه ليس محدثا، وأن كتابه ليس مصدرا للحديث بل ليس من كتب الحديث، وهذا ما أقر به الأبطحي الأصفهاني، لكنه دلس فجعلها من الإبداع والمهارة وتستحق المدح والثناء. دال، قال الأبطحي: كان للرواندي أسلوبه المتميز في صياغة روايات كتابه هذا وأسلوب عرضها، أمر الذي دفعه في أغلب الأحيان إلى اختصار المادة الروائية المروية كحذف مقدمات الحديث وباقي الأحداث الهامشية الخارجة عن تبيان المعجزات والدلائل واختصار أسماء الرواة ونحو ذلك. ها، لقد بدأ الراوندي الباب الأول برواية لا سند لها، حيث قال: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال. واو، بدأ فصل معجزات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بروايات العامة بخبر منتشر، حيث قال: فمن معجزاته خبر منتشر، ومنها ما انتشر خبره أن أبا جهل اشترى من رجل. زاي، أكثر من ذلك، حيث تنازل حتى عن روي وخبر منتشر، قال: ومنها أن أبا جهل طلب غرته، ومنها أنه بهرت عقولهم لما أخبرهم من إسراء الله به صلى الله عليه وآله وسلم.
حاء. في روايات الخاصة بدأ بالقول: فمن معجزاته أن الصادق عليه السلام قال، ومنها أن أبا عبد الله عليه السلام قال، ومنها أن جبريل أتاه، ومنها أن أبا جعفر عليه السلام قال. وفي رواية أخرى أن البراق لم يكد يسكن. طاء، هكذا يستمر أسلوبه في التقطيع والحذف في المتن والإسناد في جل ما أورده في كتابه الخرائج والجرائح. ياء، إذا كان هذا حال أفضل كتب الراواندية وأعظمها، فكيف تكون باقي كتبه؟ كاف، إذن كيف يكون الراواندي ماهرا وبارعا في علم الحديث؟ وكيف يكون كتاب الخرائج والجرائح من الكتب الحديثية ومن أعظمها، من أعظم كتب المعجزات ترتيبا وتنقيحا وتوثيقا وإحكاما وإحاطة وشمولا، كما يقول الأبطحي الأصفهاني ومؤسسته في قم: تدليس وتزييف على طول التاريخ. لام، ليته توقف عند هذا الحد، فقد حشر في كتابه مئات الأساطير والخزعبلات من بينها خرافة الجنية. وللكلام بقية: الصرخي الحسني.